خلاص معلش والنبي محدش يزعل مني يعني، بس اتزنقت في الوقت عشان عندي بكرة 200 مؤتمر والنهاردة مؤتمر، فأنا آسف يعني والله ما حد يزعل مني، إنما أنا دايما بدام قلت لكم هشوفكم يبقى أنا يعني هشوفكم، ملهاش حل يعني، إنما حاجة كده بسيطة كده حن حن حنمشي عليها علشان تبقوا فاهمينها خالص. انا احب اديكوا بس حاجة قبل ما نبتدي نشتغل، اللي هو الراجل هنشرح لكم حاجة كده هي شوية هيافة مني انما ضروري تسمعوه. بسيمة عمران دي مين؟ راجعوا فيلم الطريق بتاع نجيب محفوظ، من عباقرة مصر كلها وحيفضل ويمكن هو نجيب محفوظ، بس اقرا القصة الحقيقية. كان تحية كاريوكا عن سيفاليتك، ودي تعرف تذاكر بيها الهابيتشوال اللي هو الكونجينيتال سيفلس. هي كانت كل شوية بتسقط وفي النص كده لغاية ما عرفت تجيب عيل اللي بعد مدة طويلة، ودي تيبيكال البرينيتال سيفلس. الكونجينيتال سيفلس وده مهمة قوي 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 قوي، ما فيهوش برايمري. طيب ايه كمان انا عايز اشرح لكم؟ ان لغاية ما خلفت مين؟ رشدي أباظة. كان رشدي أباظة في الفيلم ابن بسيمة عمران. يبتدي الفيلم باللقطة الشهيرة اللي هو راح يجيبها من الزنزانة في اسكندرية، يعني اللي هي طلع افراج، لقطة مهمة جدا ونجيب محفوظ شرحها كمان جميلة. ملبسه بدلة ابيض فابيض وكاسكتة، والمفاجأة قال لها يا ايه يا ماما، قال يعني ابن ناس، انما هو بيت كله دعارة وبيت كله لمؤاخذة سيكو سيكو بفلوس وبتاع، انما كان يقعد في البار ويضحك ودي مهمة خالص، ان لما كان يضحك كانت سنانه تبقى مدورة والناس يقولوا له اقفل بقك يا ابن بسيمة عمران، الفضيحة ببقك. ليه؟ لان هم عارفين ده بتاع الزهري، والحتة دي مهمة جدا جدا. ابن بسيمة عمران عنده سيفلس كونجينيتال سيفلس هاتشوسنتيس، فجي ضروري تحفظوها جامد جدا. قعد يدور على ابوه والكلام ده انا ما يهمنيش في التمثيليه دي في الفيلم ده خالص. المهم الكونجينيتال سيفلس، السيفلس ضروري تعرفوا فيه، وانا اسف بقول لكم النهارده اتزنقت في الوقت، ان انتوا ضروري تعرفوا النون سبيسيفيك تيست والسبيسيفيك سيرولوجيكال تيست. انا عندي اعتقاد ان السيفلس لا يمكن تتسائل فيه الا في السيرولوجي، لانها هي والجينيتال ألسر في السيرولوجي، ودي انا مهم جدا. النون سبيسيفيك تعتمد على ظهور الكارديولايبين، والفي دي ار ال اللي هو اختصار كلمه فينيريال ديزيز ريسيرش لابوراتوري، وده مهمه خالص، اللي هي ممكن تتعمل كوانتيتيف. نشوف بقى السؤال اللي جاي ده دلوقتي، يعني كل والرابيد بلازما رياجين اللي هو ار بي ار، خدوا بالكم الجلد ما شاء الله في بي ار بي اللي هو لقمه عيشنا دلوقتي، ار بي ار اللي هي الرابيد بلازما رياجين، ودي دي ار جود نيجاتيف تيست. يعني ايه جود نيجاتيف تيست؟ يعني تنفي ولا تثبت، ارجوكم قولوها ورايا، تنفي ولا تثبت الاصابه بالزهري او السيفلس. يا سلام يا دكتور عاصم، يعني الواد اللي بحكي لكم عليه اللي كان بيجي لي العياده زمان ويقول لي ده انا بموت فيها يا دكتور عاصم هتجوزها، اقول له يا ابني دي بروستيتيوت دي برخصه، يبدا يقول لي بحبها، ما انا مش عارفه ايه بحبها. هو غالبا البروستيتيوت لما تتجوز الراجل بيسرحها على طول، ملهاش حل.
بقى يعني عشرة وبتاع، وعارف ماضيها ونيلة على عين أهله اللي جابوه. إنما لما بقول لكم جود نيجاتيف تيست، السؤال اللي مهم قوي ذي الفي دي ار ال والوزرمان تيست، دول مهمين قوي للفولو اب اوف ذا كيسز، نشوفها خفت ولا لسه مريضه. فالواد بقول لكم اللي كان بيجي لي العياده ده، قلت له يا ابني طب شوفها لسه عيانه ولا لا، قال لي لا ده كانت زمان بتمارس الدعاره. شوف ازاي الحب اعمى. قلت له وبعدين؟ قال لي فدي نعمل لها ايه؟ هو ده السؤال اللي بيتسال، ايه اللي هيتعمل هنا؟ هل تعمل تي بي اي؟ ابدا ابدا، لان التي بي اي وانس بوزيتيف از اولويز بوزيتيف. ركز مخك كده معايا. اعمل لها الفات ابزوربنج؟ ابدا، لانها وانس بوزيتيف از اولويز بوزيتيف. ما فرقتش واحده نشاط حديث من نشاط قديم. امال ايه اللي مهم بقى يا باشا؟ ان انا ضروري اعمل لما هسألك على البروجنوزس او ده ريسنت انفكشن او بتخف او هو اختبار واحد كوانتيتيف في دي ار ال. اوكيز قول لي اوكيز. ودي معناها ضروري نعرف ان في حاجه اسمها بايولوجيكال فولس نيجاتيف. انا اسف بعد لكم تاني، اسف مش ملاحق النهارده، مش ملاحق يعني. انما السبيسيفيك تيست دي انديكيت the presence of antibodies against التي بي اي التريبونيما باليدا. علشان كده الفته، وكان استاذنا الدكتور عبد الرحيم يقول عليها فته، واخواننا بتوع القصر عيني يزعلوا بالكلمه دي، الفته اللي هي الفلوريسنت، عشان ما حدش يظهر من حد فلوريسنت تريبونيما باليدا انتيبودي تيست. وفي منها واحده اللي فيري ايرلي بقى الفته اي جي ام. وبعدين التفة برضو كان يزعلوا منها بتوع القصر عين استاذنا الدكتور كمال زكي واوا. والتي بي اي تريبونيما باليدم ايموبلايزيشن تيست، ات از از ا دايجنوستيك تيست مهمه جدا، لكن وانس بوزيتيف ذي ريمين بوزيتيف فور لايف. يا سلام. ان ذا ذير از ا هاي سيرم اي جي ام في الاول، وعلشان كده انا لو اقول لك very early detection ضروري تعمل الفتة ابزور اي جي ام، لان الاي جي ام دايما زي ما هنتكلم كتير واحنا بنتكلم في المنهج the most specific is تي بي اي. هعيد تاني السؤال اللي انا سألته لكم امبارح، معرفش في حد جاوب بس يرفع صباعه عشان اعرفه، يعني معرفش هو مين. انترا ميتال شانكر ازاي يتشخص؟ هعيدها تاني، انترا ميتال شانكر ازاي يتشخص؟ هو ده اللي انا السؤال ابو فلوس. يعني ما تقوليش هعمل نون سبيسيفيك تيست، ما هتقوليش هعمل سبيسيفيك تيست. السؤال اللي دايما بساله دي لسه ما حدش جاوب لي، وما حدش جاوب امبارح فعلا، ولا اول امبارح ما حدش جاوب، فأنا لسه مستني السؤال ده والإجابة دي، لأن ده بفلوس. السؤال بقى، لو أنا سعادة الباشا السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة قال لك روح اعمل لي حاجة إبيديميكس، يعني روح شوف لي، معلش ده مثال، كفر الشيخ دي عدد المصابين بالزهري، خلاص يبقى دي حاجة اسمها حملة. هتجيب خيمة، هتجيب لك 3 4 ممرضات عشان الليل طويل، وكتاشين تشتغل وتعمل كردون للمدينة. لكن السؤال ايه التيست اللي انت هتجربه؟ لو انت قلت لي هجرب الفي دي ار ال، ايه ما تفهمش حاجة، انت هتقعد هناك هتخلل لغاية ما تعرف. انما اللي مهم في الموضوع ايه التيست بتاع الابيديميكس اللي هو سريع، اللي بعده اللي بعده. حد يعرف يجاوب؟ ده بقى لما يطلع بوزيتيف اجيب الطابور الناحيه دي على اليمين، هيبقى ناقص ان انا اقول ده بوزيتيف وان ده عندها السيفلز، هوقف اهل البلد طابور قدامي. اللي الاول ما يجي انا هعمل الاختبار، هقوم واخد عينه الدم وهعمل حاجه واحده بس،
رابيد بلازما رياجين، لانه ما بياخدش وقت نهائي. طلع بوزيتيف، خدوا بالكم، اول واحده ست عملتها طلع نيجاتيف، اللي وراها يفرحوا بيها قوي، طاهره طول عمرك والكلام ده. الثانيه اللي على طول اللي بعديها لقوها بوزيتيف، يا لهوي يا مصيبتك يا فضحتك يا ابو علامه مش عارف هي. لا بس لسه من السفلتك، ناخدها في طابور تاني على اليمين رابد، واعمل لها ايه؟ وان اوف ذا سبيسيفيك تيست، علشان اكد ان دي من حرفه من حرفه من حرفه. يعني ايه من حرفه؟ عندها سيفلس. والله العظيم عايز اسيب العياده بس واقعد اشتغل معاك، وانما انا متاسف والله متاسف. انا هعوضها لكم، انا هخلص كل السيكشوال ترانسميتد ديزيز، هاجي لكم بدري يوم السبت لحسن عندي بكره ديرموسكوبي، وعندي اللونش بتاع الايموليان، وعندي حاجه صعبه قوي، ويوم السبت عندي حزوغ انا من المؤتمر واجي لكم، وعندي يوم الاحد الهير ترايكوسكوبي، ولو اتاخرت على هدى منيب هتصغر لي. يعني ايه هتصغر لي؟ هتصغر لي هتصغر لي. يعني ان شاء الله ان شاء الله اللي هيجيب ذره في العالم كل الراجل ترامب. الراجل ترامب ده بتاع امريكا قال لك ما فيش واحد مسلم يدخل، خلينا بقى كل واحد قاعد في بيته، واللي بتاع تقل مقداره والكلام ده، وخلينا قاعدين اشرح لكم المنهج 500 مره. مش عارف والله، انا خايف اروح الامريكان اكاديمي عشان كده. المهم يوم السبت، واقبلوا اعتذاري لاحسن، اتزنقت في الوقت زنقه رهيبه، وانا عارف انا نازل من بدري بتسكع اصلا على بال ما اجي لكم. انما خدوا بالكم انا سالت 3 اسئله وهم دول اللي بيتسالوا، واستاذنا الدكتور الدكتور بنهاوي بيسال امبارح سال 60 سؤال، لا يمكن حاجه تطلع بره اسئله البنهاوي، لا يمكن لا يمكن. بس يعني سوري في اللفظ، يعني جينيتال ألسر، السؤالين اللي انا عايز اسالهم لما انا اقول لك في جينيتال سوليتري وبيلس يبقى مين، وفي مالتيبل بينفول يبقى مين، يبقى انت عارف مش عارف ايه تبقى مين. مبروك عليكم كلكم، احنا بنلعب في الكوره بدوع الوالدين طبعا، الفرقه الثانيه احسن مش احسن ملناش دعوه، او كل واحد يقعد يقرا 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 كده، والنقع على الفرقه الثانيه لغايه ما خلاهم يطلعوا الجول بتاعهم يشوط وانتهى الماتش. الموقف بقى حرج شويه في الماتش الاخير، ليه؟ اولا ما عندناش لعيبه، فيمكن تلاقوني على دكه الاحتياطي قاعد، ما عندهمش لعيبه والله، هيقعدوا اي حد يقعد مكانهم، ما اعرفش هينفع ولا لا. المهم انا اسف 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 اسف، هبتدي بدري ان شاء الله يوم السبت في مؤتمر، بس هزوغ منهم واجي لكم. معلش النهارده سماح في الكام حته، لا بس انا قلت ما دام اتعودت عليكم خلاص. شكرا شكرا شكرا, شكرا.